انا ارتباطي بالتجربه تاع عبد الرحمن اليوسفي بدات من المنظمه المغربيه لحقوق الانسان، لان كانت في اللحظات الحاسمه ديال التوترات اللي كتوقع احيانا، وكنعرفوا بان المنظمات المغربيه الحقوقيه ولا غيرها تكون لحظات الانتخابات مؤثره وربما كتكون فيها توترات الى اخره، فكانت حكمه السيد عبد الرحمن اليوسفي دائما حاضره. أتذكر بأنه في مؤتمرات كنا في آخر الليل كتكون التدخلات ديال السي عبد الرحمن اللي كتعطي فيها كذلك الآراء ديالها بأريحية ماشي بانغلاق حزبي، وكانت هادشي في أجواء من التوتر، لأن القواعد لها ثقافتها والقيادات لها رؤاها. وكان السي عبد الرحمن اليوسفي بطبيعة الحال بين هذه الرؤية المنفتحة التي ترى باستقطاب أفق آخر ليس بالضرورة حزبي ولكن بالأساس حقوقي مرتكز لهذا المسار. هذه من الدروس اللي كان باقي كنتذكر فيها في أواخر الليل في مسارات مؤتمرات إلى آخره. المرحلة الثانية هي مرحلة العمل في وزارة حقوق الإنسان ضمن طاقم السي محمد أوجار كوزير حقوق الإنسان مع السي عبد الرحمن اليوسفي، واللي كانت فيها ديناميات منطلقة اللي ربما كانت هي التي مهدت لمسلسل العدالة الانتقالية، لأن السي عبد الرحمن اليوسفي ما اتخذه من قرارات أولاً لإعادة إدماج الناس اللي كانوا معتقلين أو مختفين إلى آخره في مهنهم بأثر رجعي بكل ما يترتب عن ذلك من تعويضات وإلى آخره من الجانب المادي، ولكن من اعتراف رسمي، وهذا هو المدخل للدولة بمسؤوليتها في الانتهاكات التي وقعت في الماضي. أنا أعتقد بأن هذا كان أحد المداخل الأساسية التي شكلت أرضية لما سينطلق فيما بعد كمنطلق للعدالة الانتقالية في المغرب. نعم. سي عبد الرحمن اليوسفي كذلك تعرفت عليه في محطات خاصة، ما غاديش نطول فيها، مثلا انتخاب الأخت أمينة بوعياش كرئيسة المنظمة المغربية واحتضان لأحد البيوت اللي كانت تشتغل فيها آنذاك مهنيا للقاء خاص. سي عبد الرحمن اليوسفي ذاكرة بالنسبة لي، لما كنكون في ملتقيات على المستوى العربي والدولي وكنتحدث عليه كنشعر بأن في القاعة سواء عرب أو غير عرب من يبحثون عن لحظة لتتمين هذه العلاقة. أنا كأعتبر بأن رمزية عبد الرحمن اليوسفي ليست في اللحظة أو في الشخصية أو في كذا، هي في مسار، في مسار ورجل تقمص هذا المسار بواحد الروح كما تمت الإشارة إليها كثيرا، بروح ديال رجل مقتنع بما يقوم به، رجل متواضع ولكن في تواصل قوي من الناحية السياسية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الرمزية، مما أعطى لمكانته ولدوره في هذا المسار قوة جعلته حاضرا غائبا أم حاضرا. ربما بهذا التعبير يمكن نقول بأن عبد الرحمن اليوسفي لا زال حاضرا فينا بشكل ما في مستويات متعددة. ما رجل عبر قرنا من الزمن بقوة وبأخلاق وبتقدير وبكل ما يمكن نقوله.